عايز افهم الحكومه، هل احنا ضد الحكومه ولا هي ضدنا؟ هو المفروض ان احنا شركاء في التطوير دوت، فين الشراكه بتاعه التطوير؟ دي ارضنا ووطننا، لو نمنا عريانين امان، امان في حتتنا. حضرتك من سنة 1955 المنطقة دي محطوط عليها من الحكومة ممنوع انك تبني فيها او تنكس فيها، هي اللي خلت البيوت بتاعتنا بالطريقة دي. ما يجيش محل زي بتاعنا دوت تقول لي هديك في بدر، اروح بدر نعمل ايه؟ انا مصدر رزقي نوت واكل عيش هنا، واتولدت في البيت اللي انا فيه دوت، وابويا اتولد فيه عن جدي. فانت عايز تطور وتبيع للمستثمر زي ما انت مطلع في قراراتك، بيع زي ما انت عايز والدوله تستفاد زي ما انت عايز. لو انت بتقول ان انت مالكش مصلحه كحكومه، بتقول ان احنا واقفين لصالح الاهالي. قالوا لنا الاذاعه والتلفزيون جنبيكوا والخارجيه، طب ما الاذاعه والتلفزيون والخارجيه اتبنوا وانا مولوده، يعني انا افتكر الخارجيه لما اتولد، يعني هم اللي جم علينا. يبقى احنا ازاي بقى بيوتنا وحشه وبيوتنا مهدوده؟ طب ما لو كانوا قالوا لنا صلحوا كنا صلحنا، ابنه كنا بنينا. اللي هم موقفين كل حاجه. احنا عن نفسنا مش هنسيب المنطقه. احنا انا عن نفسي دلوقتي ما بخرجش من باب اوضتي، بفضل املي عيني من المكان اللي كبرت كل حاجه فيه معاه، كبرت كل حاجه عندي فيه انا وعيالي. هنا اللي معاه بيدي اللي معهوش، اللي عندها اكل بتدي اللي ما عندهاش. دلوقتي احنا لما نروح بره هنعيش ازاي؟ وبعدين احنا عايزين، انت خدت مكاننا ابننا بداله. في ناس طبعا خدت فلوس ومشيت، اللي ناس خدت الفلوس دي فرحت بيها لان عندهم اماكن بره، انما احنا ما حلتناش الا الاربع حيطان اللي مداريين احنا وعيالنا. كان ابني متجوز في اوضه قاعد فيها، بنتي متجوزه في قاعده في اوضه، كل المنطقه على كده. والناس اللي هتطلع من هنا هتموت، مش هتلاقي الارغيف العيش. عندك عيش مش عندك، مش عارفه عندك ايه، كل ده فين هشوف؟ كل ده فين هشوف؟ انما انا وعيالي مش هنمشي من هنا وقاعدين هنا لحد ما اللودر يخش يموتنا تحتي. مهما كانت قدراتهم مش هنسيبه ولا بخلع الدرس. لو موتونا لو ضربونا بالنار، احنا عندنا نموت كده اشرف لنا ما احنا نخرج غصب عننا.